عندك مهمة صعبة يا سيادة المستشار، بس أنا متأكد إن واثق إنك قدها. أؤمر سيادتك. ده ملف قضية عيلة الملكة. بالظبط كده. أظن أنت أكتر واحد دارس القضية دي وملم بيها. وأنا اتكلمت مع التفتيش القضائي عشان ترجع تمسك القضية تاني. وهم قالوا مفيش مشكلة. أيوة يا فندم، بس دي الجلسة كمان كام يوم، مفيش وقت. عشان كده أنا بكلفك بالقضية دي. يا يحيى، البلد بتمر بظروف صعبة. وأنت لازم ترجع حق البلد دي. مفيش حاجة فكرتني بطاهر غير موقفك من القضية دي. قدها ولا مهزوز؟ قدها يا فندم إن شاء الله. يبقى توكل على الله وأعمل حسابك إن هيبقى عليك حراسة من لحظة خروجك من المكتب ده. مفيش داعي يا فندم، اللي كاتبه ربنا هشوفه. برضو الاحتياط واجب. أنت من المناضلين يا يحيى، لازم نعمل احتياطاتنا. مريم، مريم اسمعيني بليز. اوعي تفتكري ان انا جايه اسمعك تقولي ايه. انا جايه اقول لك حاجه واحده بس، ان انت واحده قليله الاصل وخاينه، مش عايزه اشوف وشك تاني، فاهمه؟ اوعي تكلميني تاني. ولا غصب عني يا مريم، هيدا ما انا انكل هارون. انكل هارون عمل مثل اللي شريف عمله معك. كان عم يعمل غسيل اموال باسم شركتنا، والوراق اللي كان عم بيمضين عليها كانت لصفقات مشبوهه. صدقيني بابا وكلنا عارفينه من الاول، انما انتي انتي نيكول تعملي فيا كده؟ بتخبي عليا حاجه زي دي؟ هو انتي عارفه ان انتي تسببتي في متعادل ولا لا؟ والله والله انا ما لي علاقه. انا كيف اعمل هيك؟ انا هلا بدي اجيب حق عادل مثلي مثلك بالظبط. كتر خيرك والله. انتي سلمت لهم الدليل الوحيد اللي كان ممكن يدينهم في القضيه. ما تخافي، أنا عملت نسخة من الفلاش ميموري إليك والدليل يا مريم قدامك. مريم، أنا عملت هيك كرمال أخذ منه المستندات اللي عم بيهددني فيها مش أكتر. خفت منه. وبعدين ما تنسي، أنت كمان قمضتك كانت على الورق. يعني أنا ما كنت عم فكر بس بحالي، أنا عملت هيك كرمال خايفة عليكي أنت كمان. تفضلي مريم. أنا حبيت عادل، حبيته من قلبي، وانتي منك رفيقتي. لك انتي اختي، انا عمري ما بعرف خونك، وانتي بتعرفي هالشي كتير منيح. حقك علي، انا متأسفة. سامحيني يا اختي، انا ما إلي غيرك، سامحيني. بعد إذنك يا عمرو، نزلني الحجز. تحاولش تهرب يا شاكر، الهروب دلوقتي مش حل. طيب أنا هسيبكم مع بعض شوية. يلا يا ابني. أنا مش عايز أهرب، أنا ببعد شوية عشان انا عارف ان انت في الفتره دي هتبقى متحامل عليا. انا ما عملتش حاجه غلط. ممكن اكون طمعت، استغليت الموقف. اظن الطمع والاستغلال ما بيعاقبش عليهم القانون. انا هطلع من هنا يا يحيى، انا ما قتلتش. انت ما قتلتش، بس انت خنت العهد والأمانة والأخوة. ولو في عقوبة في القانون لخيانة الأخ، أتمنى إن هي تبقى إعدام. يا أنت كده أنت بتكرهني؟ أنا بكرهك يا أخي. يا ريتك حبيتني ربع الحب اللي أنا حبيته لك. انت لحد دلوقتي مش مدرك انت عملت ايه فيا. انا اتظلمت يا يحيى، اتظلمت.
انت فعلا اتظلمت، بس انت اللي ظلمت نفسك. عقلك المريض هو اللي ظلمك وخلاك تكره كل الناس اللي حبوك من قلبهم بجد. تمام. الوضع اللي احنا فيه بيقول ان انت صح وانت كسبت القضية. انا كل اللي عايزه بس انك تسامحني وانا قابل اي عقاب. عقابك انت خلاص اخدته يا شاكر. الناس كلها دلوقتي عارفة ان شاكر عز الدين المحامي الكبير خان اخوه. متقلقش يا اخويا، انا هقف جنبك، بس مش علشانك، عشان خاطر ماما ومليكة وابنك سليم. مع السلامة يا اخويا. أستاذ حازم، حضرتك نورتنا، أنت وحشتنا جدا. الشهر اللي فات ما جيتش ولا زيارة، الأولاد كلهم كانوا بيسألوا عليك. معلش، كان عندي شوية مشاكل صحية. لا، سلامة حضرتك، ألف سلامة. طب هم قالوا لي إن حضرتك هتتبرع. مش أنا، دي مدام أمنية مراتي، هتتبرع بمليون جنيه. مليون جنيه؟ اه، وكاش. اتفضلي. عاوز بس اشوف الولاد عشان وحشوني. خدي الفلوس ونطلع نخلص الاجراءات. طبعا طبعا، انا هطلع وابعت لحضرتك الولاد على طول. شكرا جدا. وانت كنت بتيجي هنا كتير؟ كنت باجي كل اسبوع العب مع الولاد شويه. طب وليه ما كنتش بتقول؟ عشان تتضايقش. تضايقني؟ بالعكس، ما كنتش هتضايق ولا حاجة، ده أنا كنت هتبسط قوي. استني لما تشوفي الولاد هتحبيهم قوي وحشتوني. وحشتوني كلكم. سلموا على طنط أمنية. حبايبي يا روحي، انا كبرتي قوي. انت اسمك ايه؟ جنى. وانت اسمك ايه؟ سما. سما وجنى. وانت؟ رودين. رودين. وانت؟ شدن. شدن. شدن خراب. يعني ايه؟ طيب عارفه يعني ايه شدن؟ الغزاله الرايقه. أظن الفيديو ده كافي للقضية، صح؟ هو كافي، بس لو كان معايا الملف اللي اختفى كان زمان القضية دي اتقفلت تماماً. طنط فريدة وصلت، هي قالت لك عايزاك في إيه؟ دي تالت مرة تكلمني علشان تقابلني من غير ما تفهمني أي حاجة. أهلاً. أنا آسفة إني كلمتك فجأة واضطريت أقابلك. وأنا كنت مستني المقابلة دي. اتفضل. الحقيقة يعني ما كنتش قادرة أجي قبلك ولا أقول لك اللي أنا عايزة أقوله لك ولا أديك المستندات. مستندات إيه اللي معاكي؟ هو أنت كنت تعرفي حاجة على القرف اللي كان بيحصل ولا إيه؟ لا، ما كنتش أعرف حاجة، بس عرفت تاني يوم موت شريف الله يرحمه. دخلت اوضته ولقيت مستندات بدينهم بصفقات مشبوهه. وهي فين المستندات دي؟ اتفضل. ما سلمتيش الملف ده من الاول ليه؟
الحقيقة ما كنتش قادرة أضحي بيوسف يا خصوصاً بعد ما ابني رحمه. كنت فاكرة يعني إنه هيبقى ضهر، لكن طلعت غبي. هو ده الملف اللي كان ناقصني في القضية. أنا عايزك تاخد حقي منه. أنا مش بس هاخد حقك، أنا هاخد حق البلد كلها منه. حازم، أنا كنت عايزة أقول لك على حاجة. ربنا يستر. لا أنا بتكلم بجد، أنت مش فاهم، مش فاهم الأطفال دول عملوا فيا إيه. قعدتي معاهم خلتني أفرح قوي، بس على قد فرحتي على قد ما رجعوا لي الأمل مرة تانية. ما تيجي نحاول تاني. نحاول إزاي يعني؟ ما كل الدكاترة قالوا ما فيش حل غير العملية، وإحنا مش جاهزين لها. ولا أنت لسه عندك مفاجآت؟ يا حازم كفاية تقطم فيا بقى، والله العظيم أنا ما مخبية عليك حاجة. كل الحكاية إن أنا نفسي يكون عندي طفل. تعال نروح الدكتور ونشوف، نشوف هيقول لنا إيه، مش يمكن يكون عنده حل تاني. وبعدين أنا بفكر نبيع بيت اسكندرية وبفلوسه نعمل العملية، كمان ندور على محامي شاطر عشان خاطر كريم، عشان لما يخرج يقدر يبدأ حياته من تاني. تفكيرك في كريم في محله. ستي أنا موافق نروح الدكتور، بس موضوع بيت اسكندرية نتكلم فيه بعدين. طب يلا بينا نروح الدكتور دلوقتي. دلوقتي؟ اه دلوقتي. انت مش فاهم الاطفال دول عملوا فيا ايه، والله انت مش فاهم. ماشي نديها دكتور. يا رب يا رب سهل لنا الحل يا رب يا رب. والظاهر ان احنا مش هنحتاج عملية كمان. الموضوع بصراحة وانا بكشف فاجئت جدا بحالة الاستاذة امنية. فاجئت ازاي دكتور؟ يعني حاجة كويسة ولا حاجة وحشة ولا ايه بالظبط؟ مدام امنية حامل. ايه؟ امنية حامل؟ مين دي اللي حامل؟ حامل ازاي يا دكتور؟ ارادة ربنا. انا اعترض؟